قال ما هي مآخذكم على جماعة الإخوان المسلمين؟ مين قبل بنتكلم فيها؟ قالوا هل يجوز للمسلم أن ينتمي لهم؟ حرام عليك، حرام عليك تنتمي لهم، بل ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالحذر منهم. ربنا قال وإذا رأيتم ربنا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ها دين ربنا سماهم لك، زول تلقاه زي الأخوان المسلمين ويتكلم لك في الصحابة ويتكلم لك في القرآن ويكفر في المسلمين، دين ربنا أمرك بالحذر منهم، كيف أنت تمشي تنتمي اليوم؟ وربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. عشان كده نحن دعوتنا لك دي ما في أي انتماء، ما بتجي تسجل معانا وداك رئيس الجماعة وغررنا إنه لابد تعمل، لا ما غررنا، تمنو ذاتك عشان تغرر. ولك أنا الأمين العام للحركة الإسلامية، والقال لك اتحرك منو ذاته أنت المفروض ما. أول حاجة تعلم أنت بتتحرك ساي. ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإمام البخاري قال باب العلم، العلم قبل القول والعمل، قبل ما أنت تعمل وقبل ما أنت تعبد الله وقبل ما أنت تتحرك وقبل ما أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتتقرب له، أول حاجة تتعلم العلم أوش، عرفتها؟ حتى بعد ذاك تمشي تتعلم وتتحرك وتوري الناس، وإلا حصل الفساد الذي يحصل في العالم اليوم، عرفتها؟ استغلوا الكفار، الكفار استغلوا منهج الأخوان المسلمين. خش النت الآن بتلقى أوباما جوا الكونغرس الأمريكي زارينه لأنه دعم حكومة محمد مرسي الفات الأخ المسلم ب 8 مليار دولار عشان يتنازل من 400 من أرض سيناء لصالح الفلسطينيين عشان اليهود يمرقون من فلسطين ويدخلون في شنو؟ في أرض سيناء، وكده تكون شنو؟ يكون ديلك سيطروا على الشغلة. 8 مليار تقول لي يا اخوان مسلمين ورافعين لك شعار وشنو؟ السيف والكتاب مش؟ واعدوا عاملينه لك في النص كده واعدوا، انتم بتعدوا لمنو ذاته؟ كده ورونا قاعدين تعدوا لمنو انتم؟ فده الناس استغلوهم ركبوهم، ركبوا مناهجهم الفارغة وبيقوا يشوهوا بهم الإسلام. الليلة لو مشيت اتكلمت للكافر ده إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى والإسلام بريء منهم، تيجي تتكلم له 12 ساعة يقول لك صح والله أنت شكلك ما زي المسلمين التانين، لكن ده تنظير ساي ما بيتطبق. يقول لك الآن شوف جماعاتكم الموجودة دي، جماعة داعش وجبهة النصرة، والحاصل في سوريا والعراق ده كلهم بيشاكلوا في بعض، مسلم بيقتل مسلم، ناس داعش كفروا ناس القاعدة، والقاعدة كفروا ناس النصرة، والقاعدة قالوا نحن الجداد الكبير جبناكم شت، أنتم عبارة عن فرخ بتاعنا، ليه ما تدون الولاء؟ ناس داعش لأنه مسكوا البترول في سوريا قال لهم نحن مقرشين، أنتوا تخشوا تحتنا، والظواهري يتكلم مع البغدادي، والبغدادي وغادي أوباما نايم، وترامب نايم، وصمويل إيتو نايم، كلهم نايمين، لا في زول شاكلوا، لا في زول سألوا، لا في زول شغال به، نحن المساكين المشاكل اللي بتجينا نحن في ظهرنا نحن. نحن المساكين تجي في ظهرنا، السبب شنو؟ السبب المناهج دي، المناهج دي القاعدة دي، وديل أساتذة كبار، وديل الناس ما يتكلموا فيهم، وديل يا ناس أنتوا ما خليتوا زول لما تجي توري الناس الحقيقة، لأنه أكثر الناس ما دارين الحق، دارين تحاربوا داعش، المناهج دي أحرقوها برا برا. المنهج بتاع السودان ده لابد يتظبط يا أخي. في منهج ثالثة الصفحة 160 تقريبا أو 170 الكتاب بتاع الإسلامية بتاع ثالثة جيبوا أسي بمرقوا لك، قالوا الخوارج قال هي من الفرق الإسلامية وتتميز هذه الفرقة، عليك الله جيب كتاب سنة ثالثة، قال وتتميز هذه الفرقة قال بالصدق، قال تتميز بالصدق. انت قال الخوارج ديل منو؟ الخوارج ديل ما ناس داعش ذاته. اتخيل نحن في كتاب سنة ثالثة بنقرأ انه الخوارج ديل سمحيين وناس صادقين وناس شجاعين وناس تماميين، والناس اللي كتبوا الكتاب ده ما علقوا بحاجه، ما نقضوا على الخوارج ولا قالوا انه الناس ذا حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ذاك الناس تكورك، في شباب مشوا داعش، في شباب مشوا ليبيا، وفي شباب مشوا مالي، وفي شباب مشوا زائر، ما يمشوا ليه؟
ما يمشوا ليه؟ ما قرينا في المنهج ده وامتحنا سنة ثالثة وقعدنا سنة كاملة وقرينا كورس وخشينا معسكرات إنه الخوارج كويسين. طيب مالكم زعلانين ليه؟ الناس زعلانة ليه؟ كويس؟ فإذا المناهج دي ما انتهت ناس داعش ما بينتهوا، وداعش ديل الآن موجودين في السودان، عندهم فيلم، عندهم مجموعة واحد والشيخ أبو زيد ومجموعة كده كانوا محبوسين هنا، قتلوا واحد كافر نصراني اسمه جرانفيل أمريكي. وطبعا يا أخواننا حتى الكافر ما بجوز لك تقتله طوالي كده، يعني ما ذاك كفر عيونه خضر، هذا كافر أمريكي مش داون داون يو اس اي باب تمشي تفجر، لا الشغلة ما كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 400 عام أو 40 عام. فهمت؟ ما بتشم الريحة ذاته. ده زول مشى للسفارة السودانية قال لهم يا ناس أنا دار أخش السودان، قالوا له موافقين، اسمك منو، ساكن وين، كاك كاك كاك، أنت أمريكي كده كده، أدوك الختم، قال له خش، بعد ما بيجوز لك تمشي تقتل ساكت. مشوا قتلوا، جدعوهم هنا في قبضهم وجدعوهم في سجن كوبر. قاموا عملوا عملية اسمها كسر الغيط، قالوا يهربوا من السجن. فهمت؟ والمهم ناس مرقوا وناس قبضوهم وناس تاني رجعوهم السجن وشغل مرتب، ناس بيصوروا تخيل، وناس سرقوا المفاتيح وناس قدوا لهم نفق من تحت ومرقوا به بالسجن ده. فهمت؟ ده كله قاعد في اليوتيوب. كويس؟ ناس ديل ما منظمين، عشان تعرف انه ناس داعش ديل الان موجودين قاعدين. كويس؟ ديل الان ناس موجودين وقاعدين الان. بل عندهم واحد داعية اسمه محمد علي الجزولي، ناس داعش في الطائف هنا. شفت ال اسمه شنو الامم المتحده القديمه، الشارع اسمه عبد الله الطيب، المهم بيجاي تخلي اللي هو الادله الجنائيه، انت جاي بشارع بيت ختم تلف يمينك شارع تخش شباب وشرك. ده عنده قال مركز بتاع تنميه بشريه ولا حاجه زي دي، دكتور محمد علي الجزولي، وشغال طالع في المنبر رابط له عزبتين سود وبأيد في ناس داعش، وان من قتل منهم قال اذا قال الزول اذا قتلوا الكافر العادي انه الشهيد ينال اجر 70 حوريه، قال اللي بيقتلوا الامريكي ده عنده قال 140 حوريه. ايها المجاهدون في دوله العراق والشام، لا يصلين احدكم التراويح الا في بغداد. ان من قتلته الرافضه ومن قتله المرتدون له 72 حورية ويشفع في 70 من أهله، لكن من تقتله أمريكا ويصطاده الصليبيون له 144 حورية ويشفع في 140 من أهله. بناتها لك بتعري سنين، انت بتعقد لين انت كويس لعب بالدين ده، قال بتاع داعش بأي داعش فوق في المنبر اسمه محمد، دكتور محمد علي الجزولي فوق في المنبر بأيد ناس داعش وداعش تمام، وهو مرطب في الطائف في أرقى الأحياء في السودان، في أرقى الأحياء. أنت لو راجل ما تمرق ما عارف الشارع، أنا أوريك له، أوريك الدرب تمرق لناس داعش، عرفتها؟ أمي شمرق، أنت ما تمشي تكاتل معهم، تقعد هنا في السودان وجنبك بيجاي أمواج وبيجاي أولاد أم درمان وبيجاي ما عارف عصاير شنو وبيجاي آيس كريم شنو، وضارب ومستمتع ومتكيف، والهوى الفريون ضاربه، ومما يضربه الهوى بيجيب له ضلالات وبدع جديده، وداعش فوق ويأيد فوقهم. انت قاعد في منبرك ده وقاعد في مكيفك ده، داعش دي بتكون كعبه كيف؟ انت ما تمرق بره هناك، امشي يودوا شباب المسلمين. فهمت؟ ده الناس قاعدين بيجاي ضلال، وفي النهايه زول محمد علي الجزولي دي وهمه منه ساكت، وفي النهايه زول عقيدته نفس عقيده الترابي، احنا عندنا له كتاب الزول ده نفس عقائد الترابي، عدم الإيمان والطعن في السنة، وأنا حاضر له درس في أبو آدم هناك جنبنا، يعني كان يوم سبت قال يجيك ألباني وما ألباني، قال الحديث دي أنا بقعد فيها ساعتين بديك فيها دورة بتعرف الصحيح من الضعيف. والله يا أحمد علي الجزولي إن قفلوك 20 سنة ما تعرفها، 20 سنة أنت ما تعرفها، عرفتها؟ أنت قال الشغلة دي ساكت ها ومغشوش، فهمتها؟ وعامل فوق الواد دكتور وما فاهم، ويرفع في المفعول به وينصب في الفاعل ويجر في المضاف وبيعمل في شغلات عجيبه ذاته، زول جاهل ساكت غنم الله في ارض الله،
لكن للأسف الشديد الإعلام ما بيرفع أي زول. زي ما قال الشاعر: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس.